بشخصية النادي الأهلي توجهت بعثة فريق الكرة أمس إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلاب الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. هكذا كان طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من اللاعبين عندما اجتمع بهم قبل سفر البعثة لمطالبتهم بتصحيح الأوضاع وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو والخروج من الموقف الحالي في جدول المجموعة الإفريقية بشخصية الأهلي وروح الفانيلة الحمراء. الخطيب شدد على اللاعبين بتحملهم مسؤوليتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم ببذل أقصى الجهد أمام فيتا كلاب والعودة إلى طريق الانتصارات تقديرا لثقة الجميع فيهم وإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم، مختتما حديثه بقراءة الفاتحة مع اللاعبين للتوفيق في مشوارهم القاري نحو الحفاظ على اللقب. مواجهة الأهلي وفيتا كلاب تحمل العديد من التحديات للاعبي المارد الأحمر والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، يأتي أهمها في الفوز والاقتراب خطوة من التأهل للدور الثاني بالمجموعة الإفريقية ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، كما أن الفوز على بطل الكونغو سيزيد من ثقة اللاعبين وإسعاد الجماهير بالعودة للانتصارات في المنافسات المحلية والقارية والعبور من تلك الفترة العصيبة بسبب غياب عناصر أساسية بسبب الإصابات، إلى جانب الإجهاد العام للاعبين لضغط المباريات وتلاحم البطولات منذ نهاية الموسم الماضي. جماهير الأهلي دائما تراهن على شخصية لاعبيها في الأوقات الصعبة وحسم المباريات ومن ثم البطولات بشخصية البطل، وهو ما تعاهد عليه الجميع للعودة من جديد للانتصارات واعتلاء منصات التتويج. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة عندنا مجموعة كبيرة من الموضوعات المتعددة والملفات المختلفة كلها متعلقة بالنادي الأهلي سواء إداريا أو فنيا، هنتكلم فيها وفي أكتر منها كمان بكتير من خلال فقراتنا دلوقتي اللي منورنا من خلالها الزميل العزيز الناقد الرياضي خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق. صباح الفل عليكم، منورنا. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل على كل الأهلاوية، صباح الفل عليك يا نهاوند. صباح الخير يا خالد، منورنا وبتنورنا دايما، والتحليلات اللي ما فيهاش مجاملات والكلام الواضح. بس اسمح لي قبل ما نروح لهذا الملف طبعا والمباراة وتفاصيلها وكل الكلام ده والاستعدادات وكلمة كابتن محمود الخطيب، انا عايزة اروح معاك وكلمة تنقلها بصورة يعني واضحة للجمهور عن اهلي الاقصر، وهنختم بيها بقى هذا الملف، لان خليني اقول لحضراتكم الكثير ممكن ان هو يقال، ولكن يعني علشان ما نتكلمش في نفس الموضوع كتير في الحلقة، انا بس عايزة اخد من حضرتك صورة اللي شفتها، وهل فعلا وانتوا رايحين كنتوا متوقعين، وانت كنت في طيارة الخاصة مع يعني اعضاء مجلس الادارة، هل كان الحديث بيدور ان الصورة اللي انتوا شفتوها هي دي فعلا اللي كانت متوقعة ولا لا؟ طيب خلينا ارجع معاك لورا كده شوية. انا كنت من المحظوظين اللي حضروا افتتاح النادي الاهلي زايد، ودي حاجات بالنسبة لنا تاريخية تاريخية، لان فرع للنادي الاهلي الجديد، مش فرع دايما على فكره في النادي الاهلي، كل المسؤولين في النادي الاهلي ما حبش يقول فرع الشيخ زايد، فرع مدينه نصر، بيقول اهلي زايد، اهلي مدينه نصر، اهلي الجزيره، اهلي الاقصر. فلما انا في تاريخي المهني احضر الشيخ زايد واحضر الاقصر، واتمنى ان انا احضر زي ما الكابتن محمود الخطيب قال ان الاقصر دي البدايه، فاتمنى ان انا احضر في كل الاماكن اللي النادي الاهلي بيستهدف ان هو يكون متوسع فيها وان يكون موجود فيها. النادي الاهلي موجود، فرع النادي الاهلي موجود في كل بيت، مش موجود في كل بيت في مصر، في كل بيت، في كل محب في العالم عنده فرع للنادي الاهلي. فوجود النادي الاهلي في الاقصر دي خطوه مهمه جدا على جميع الاصعده. من ناحيه انا كنت متوقع ولا لا، كنت متوقع ان النادي الاهلي بالشراكه مع استادات يطلعوا بالشكل ده، ما ينفعش الا لازم الشكل ده يطلع لما يكون في كيان بحجم النادي الاهلي وكيان بحجم شركه استادات، لابد ان يكون المنظر اللي الناس كلها شافته والناس كلها مبهوره بيه. عجبني جدا جدا رد فعل الناس الاعلاميين، كنت بشوف التقرير اللي كان معاكم للاعضاء اللي كان في الاقصر. انا نادرا، عايز اقول لك، انا كواحد لما بقعد اتفرج نادرا لما بقعد اسمع اراء الاراء في الشارع والاراء، ليه؟ لان دايما كلام عن النادي الاهلي بيبقى واضح وايجابي وكل حاجه،
بس لما بتحس بقى وتشوف كميه المشاعر اللي طالعه من كلام الناس وفرحتهم قد ايه بوجود النادي الاهلي في الاقصر، لا فرحه غير مصطنعه. وده اللي نقلته بقى قناه الاهلي. طبعا فرحه منتظره من الناس، الناس تحس ان كان في حبيب غايب ورجع لهم، النادي الاهلي موجود في الاقصر. دي خطوه مهمه جدا ولازم فعلا. النادي الاهلي دايما متطلع، النادي الاهلي ما بيقفش في مرحله او يقول لك انا نجحت وخلاص ابدا افرح باللي فيه. دايما في الكوره وفي الانشاءات بتلاقي النادي الاهلي يقول لك احنا قفلنا الصفحه وبندخل في صفحه جديده. طبعا. فدي نتمنى ان الصفحه الجديده اكيد النادي الاهلي مستهدفها وعارف هي فين وهيعلن عنها قريب اكيد، انما الشكل اللي قدامنا ده شيء مشرف. صح. دايما تعالى بقى نروح على المباراة المهمة المرتقبة أمام بيتا كلوب إن شاء الله. وطبعا كابتن محمود الخطيب بمجرد العودة من الأقصر وقبل سفر اللعيبة إلى الكونغو كان حريص كل الحرص على الاجتماع بيهم وإنه يقول لهم كلام من النوع اللي يشد الأزر واللي يأكد لهم على إن إحنا، ودي جملة اللي أنا شخصيا وقفت عندها كتير، إن إحنا ما كانش المفروض نبقى في الوضع اللي إحنا فيه لكن كلنا ثقة فيكم. الجملة دي لوحدها دلالتها إيه من وجهة نظرك؟ طب اسمح لي إن آخد برضه كلمة للكابتن محمود الخطيب قبل ما أدخل على الكرة. كابتن محمود الخطيب في كلمته في الافتتاح الاقصر قال شكرا لجماهير النادي الاهلي. انت بتفتتح منشاه خد بالك، يعني دايما اللي انت بتستهدفه في الاول هو اعضاء الجمعيه العموميه الموجودين، انما تقدير قيمه الكابتن محمود الخطيب لدور جماهير النادي الاهلي في ان يكون في فرع، يكون في اهل الاقصر واهل مدينه نصر، ده قد ايه عارف ان دور الجماهير نفسها ان يكون انت موجود ليك كيان في كل مكان. الجماهير هي اللي بتدي للنادي الاهلي القيمه التسويقيه الكبيره على فكره، اي نادي بيقاس قيمته التسويقيه بجماهيره، فمسانده الجماهير وتقديم الكابتن محمود الخطيب لكلمه الجماهير في افتتاح فرع ده شيء مش سهل، ده تقديم للتعظيم، تعظيم جمهور النادي الاهلي ودورهم الكبير قد ايه في ان يكون النادي الاهلي مترسخ في كل مكان ويكون منتشر في كل مكان، دي جزئيه كان لازم ان انا اتكلم عنها. اما بقى وجود الكابتن محمود الخطيب في التمرين الاخير للفريق قبل السفر للكونغو اكيد دي دلالات مهمه. النادي الكابتن محمود الخطيب عارف ان المهمه، ما بحبش اقول مهمه صعبه، يعني النادي الاهلي اصلا بيعدي، المفروض ان احنا عارفين النادي الاهلي بيعدي المستحيل، فصعب النادي الاهلي كل البطولات ما فيش بطوله بتاخدها سهله، والا ما كانتش كلمه بطوله اطلق عليها كلمه بطوله. النادي الاهلي بطل، النادي الاهلي داخل البطوله كلها هو حامل اللقب، طبيعي انك تعدي بمطبات صعبه، طبيعي ان يكون عندك محطات صعبه، خاصه بقى لو انت على راي الكابتن محمود الخطيب انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده بايدك، بايدك انك كان المفروض مثلا ان انت كنت لو كنت كسبت، ما بحبش كلمه لو، بس لو كنت كسبت فيتا كان الموقف اتسهل شويه، انما يمكن ده حصل تدابير من ربنا انك تطلع او تعدي بمطب صعب عشان تدرك قيمه الوضع اللي انت فيه وتعديه، وتحس انك لما تعدي فيتا احنا بذلنا مجهود كبير وعدينا مرحله صعبه، فلابد ان احنا نحافظ عليها عشان نفضل مستمرين في طريقنا نحو البطوله. فدي يمكن يكون دي الحكمه في الموضوع. الكابتن محمود الخطيب في كلامه ان لازم انك تكون موجود في الكونغو بشخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي دي كلمه تحمل الكثير من المعاني على فكره. شخصيه النادي الاهلي هو البطل، هو المتسيد، هو اللي في ايده زمام المبادره، هو اللي بيهاجم، هو اللي بيسيطر على مجريات اللعب، هو النادي الاهلي اللي بيخوف بره وجوه، هو اللي ما بيفرقش معاه جماهير، ارض، طقس، ما بيفرقش معاه اي حاجه خالص، هدف واحد قدامه هو اللي لازم يحققه. فكلمه شخصيه النادي الاهلي ضروري ان هي كانت تتبروز زي ما الكابتن محمود الخطيب بروزها قبل سفر اللعيبه للفريق. حلو جدا. انا هروح انا وكريم معاك فاصل سريع وهنرجع بقى نخش في التفاصيل. ماتش مصيري يوم الثلاثاء ان شاء الله، هنعرف بالظبط كده يعني وجهه نظرك في التشكيل وفي التفاصيل ونفسيه اللعيبه وغيره وغيره. طبعا كمان عايزين نتكلم عن الفريق الاخر فيتا كلوب برده، بس بعد الفاصل. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، يوم الثلاث هيبقى اكيد يعني يوم مصيري. احنا بنتكلم ان احنا نتمنى وكل جمهور النادي الاهلي منتظر من الفريق الفوز، مش عايزين التعادل، رغم ان التعادل برضو مش هيضرنا، ولكن احنا بنامل في الفوز. يوم الثلاث يا خالد، ازاي بتشوف يعني مفروض نخلي بالنا او نحذر من ايه، وازاي بتشوف الاداء من وجهه نظرك؟ طبعا احنا في الاول في الاخر الكلمه الاخيره للمدير الفني، ولكن احنا بنحاول نجتهد. هل احنا مفروض نتوخى الحذر من الاول وندافع، ولا المطلوب ان احنا نهاجم من الدقائق الاولى من وجهه نظرك؟
لا هو المفروض ان يكون البدايه متوازنه شويه، بس انت يكون ليك الغلبه، بمعنى انك ما تبانش انك خايف لانك ما فيش حاجه تخوفك. هو فريق كويس، انما انت لو رجعت لمباراه الذهاب هتلاقي ان نسبه الاستحواذ وصلت احيانا في بعض الاوقات ل 70% ل 30%، مع استحواذ وخطوره، مش ما كانش استحواذ سلبي. احنا كنا على الاجناب بنوصل عرضيات، بنلعب كرات كويسه، بواليا كان بيطلع ياخد الكرات، يعني مش استحواذ بس انك مجرد معاك الكوره والفريق اللي قدامك زي ما بيقولوا كده راكن الاتوبيس، حاطط راس لعيبه قدام منطقه الجزاء وانت مش عارف تخترق. لا انت بتخترق، انت كنت احيانا بتوصل لمنطقه الستة يارده، فمعنى انك تقدر تستحوذ على الكوره قدام منافس ده اكيد انك امكانياتك اعلى. وطبيعي احنا مش مستنيين ان احنا نقيس على مباراه الذهاب ونعرف ان امكانيات النادي الاهلي اعلى من امكانيات فيتا. انت لازم تروح بالثقه دي، بالشخصيه دي، انك يكون معاك زمام المبادره من الاول. وليه ما تسجلش من الاول؟ كل ما هتسجل هو حاطط في دماغه. وعلى فكره المدير الفني كمان هنا بعد المباراه قال احنا هيكون لنا خطه واستراتيجيه ثانيه خالص غير مباراه الذهاب. في مباراه العوده قد يكون ان هو يفكر يهاجم، وده شيء كويس بالنسبه لنا. هو فكر انه يهاجم النادي الاهلي، النادي الاهلي هيكون فيه مساحات اكبر. هو لما كان بيلعب بتحفظ دفاعي كان عنده مساحات كتيره، ما بالك لما هو يفكر انه يهاجمك؟ لا، هيكون عنده المساحات اكبر، والمساحات الزحمه اللي في منطقه الجزاء هتخف اكتر، فهيتيح قدامك الفرصه انك توصل للمرمى اكتر واكتر. وبالتالي انت اكيد اول 10 دقائق او ربع ساعه هتشوف دماغ الراجل دي فيها ايه، الفريق ده هيهاجمني ولا هيدافع ولا هيعمل ايه بالظبط، ده هيتوقف عليه انت هتكمل ازاي. لما لو من وجهه نظر انا، انت افرض شخصيتك من الاول، انت اجبر عليه خطه لعب، خطتك واسلوبك، ما تستناهوش هو هيعمل ايه. هو عنده بعض الحاجات اللي بتكون بتشكل، مش هقول بقى في المباريات اللي فاتت، لا على المباراه بتاعتنا احنا، شكل خطوره من الكرات العاليه، ودي كانت نقطة سلبية عندنا، إن كان في كرات بتطلع مباشرة عالية في قلب الدفاع عندنا بين ياسر إبراهيم وبين بدر منون، كانت بتشكل أزمات. ويمكن في كرة خطيرة طلعت من حارس المرمى مباشرة، ودي نادرا لما تحصل في الفرقة الكبيرة، كرة مباشرة من حارس المرمى تعدي الدفاع توصل للمهاجم، المهاجم يشوط، فالحارس لولا تألق محمد الشناوي كانت ممكن تبقى هدف. فاكيد الحاجات دي على الارض الجيل الصناعي بتفرق، الكره العاليه بتفرق في تقديرها كمان للعيبه، فلازم اللعيبه تاخد بالها. الكره بتبقى ساعات كتير سريعه على الجيل الصناعي، اسرع من المعدل الطبيعي، فاكيد ياخدوا بالهم من الكلام ده. اختراقاتهم من الناحيه الشمال كانت بتحصل برضو في المباراه اللي فاتت، علشان شويه كان ما كانش فيه التركيز شويه، لان طبعا احنا عارفين محمود وحيد خرج، فنزل بدل ايمن اشرف راح ناحيه الشمال ولعب ياسر ابراهيم، فكان لسه ياسر ما خدش الانسجام الكافي مع بدر منون، فبان الحته دي، بان الجزئيه دي كان فيها سلبيه. اعتقد ان موسيماني، اتاكد يعني متاكد ان موسيماني واخد باله من النقط دي واشتغل عليها خلال الفتره. انت بتقول ان هو يعني كابتن موسيماني بيقول ان المباراه العوده هيبقى لها استراتيجيه. لا مش موسيماني، انا بتكلم المدير الفني. عفوا، المدير الفني بتكلم فكره ان لما تكون بقى، انا عايز اوصل عند بس عند كلمة الاستراتيجية عموما، لما تكون الاستراتيجية مش مرضية قوي للي بيتابع، أو شايف إن هي ممكن تبقى فعاليتها أقوى من كده، أو إن عندك تحفظات على الفينشنج بتاعها، يعني فكرة إن إحنا الفترة الأخيرة من خلال كذا مباراة سواء إفريقيا أو محليا كان عندنا تحفظات على أمور بعينها، والأمور دي اتكررت. لا بدأ يعالجها، يعني هو لما كان تحديدا، خلينا نقول في سوء حظ بواليا. ليه بنقول سوء حظ؟ لان لما المهاجم يكون متمركز كويس، بيوصل كويس، بيخلق مساحات، بيكون في اللمسه الاخيره مش مساعداه او حظه او عليه ضغوط كبيره، فانت تقول بقى ساعتها ده سوء توفيق، فهو بدا يريح او يشيل الضغوط شويه من على بواليا، وبدا يلجا لمحمد شريف. محمد شريف خلينا نقول انه تحركاته كويسه، دؤوب، بيحاول انه يخلق لنفسه مساحات. شفنا في مباراه الاسماعيلي على الرغم ان احنا كنا خلينا نقول متراجعين شويه في الاداء في الشوط الاول، الوحيد اللي كان بيقاتل ويحاول في كل كوره
في الشوط الاول كان تقريبا محمد شريف هو اللي كان بيقاتل ويحاول يخلق لنفسه مساحه او يوسع مساحات لزمايله في الشوط الاول. انعكس ده في الشوط الثاني لما غيرنا الاستراتيجيه وبخروج بواليا ونزول مروان محسن. ده تغييرات بيعملها موسيماني انه خلاص شيل الضغوط من على بواليا شويه، وكمان في جزئيه ان هي ماشيه شويه مع شريف او محظوظ شويه، ممكن محظوظ جوه الملعب، هو ما كانش محظوظ ان موسيماني قعده، انما محظوظ جوه الملعب شويه بيسجل بيخلق فرص، جاب ضربه جزاء الماتش اللي فات، يعني تسبب في ضربه جزاء الماتش يعني ماشي معاه. فهو طبيعي ان لما يكون في حد عندي لاعب ماشي معاه شويه، حتى لو انت كنت مقتنع ان انت كمدير فني مقتنع ان اللي انت هتنزله ممكن يكون اعلى نسبيا منه، انما ده معاه التوفيق سيب اللي معاه التوفيق، لان في النهايه انا كمدير فني يهمني ان انا اوصل للنتيجه اللي ترضي جماهيري وترضيني وتخليني احقق المطلوب طبعا. وعليه اعتقد يعني انه مش هيكسر الموضوع ده وهيكون شريف موجود، واتوقع ان شريف ان شاء الله يتالق معه، ممكن على فكره وارد زي ما عملها في الشوط الثاني في الاسماعيلي يلعب بمروان على يلعب الكرات العاليه، لان هم عندهم مشكله فعلا دفاعيا، قد يكون او يبان من بعض الارقام ان هم دفاعين كويسين، لا هو حارس المرمى كويس قوي، انما لما تكلمني دفاعيا كويسين، لما كل الكرات العرضيه اغلبها انت بتاخدها العمق، انت بتاخد الكرات انت بتوصل للعمق، فانت محتاج بقى اللعيبه كويس يعني عندها حظ على الجول. فممكن يكون شريف الحظ او التوفيق ابتسم لمروان مؤخرا، فممكن مروان كمان ينزل يسجل. مروان عمل محسن كمان صلاح محسن هيكون ليه دور اكيد. فعندنا خد بالك في جزئيه الناس بتتكلم عنها على الاداء في مباراه الاسماعيلي، وان في جزئيه مهمه لازم نسلط الضوء عليها، هي هتتحل في المباراه دي، ان ما كانش عندك باك شمال. هو بالمناسبه هو معظم التعليقات بتكون متعلقه بالاداء مش بالنتيجه. لا ما هو الاداء ده سببه انت في جزئيه مهمه جدا. طبعا احمد بكم عمل مباراه في حدود امكانياته بنهنيه عليه، انما راجل مش عدلته باك شمال، انما ايمن اشرف وجوده في قلب الدفاع ليس تقليدا من ياسر ابراهيم، انما انت فريق اصلا بتعتمد على التدرج بالكوره السليم على الارض من حارس المرمى مرورا بالدفاع بكل خطوطك. عندك اللي بيبني كويس قوي بدري بانون، واللي كان بيتسبب في الكرات الكويسه جدا اللي هي بتخرج، وكمان ساعات كان بيبقى فيه كرات مباشره بصناعه ايمن اشرف من قلب الدفاع، ده كان بيساعدك في صناعه الفرص، ده انت افتقدته في مباراه الاسماعيلي، ثم افتقدت كمان وجود باك شمال يقدر يصنع الفارق وانه يطير مع الجناحين اللي معايا، فاصبح على اجاهيه مثلا عبء انه ينزل يغطي مع بيكهام، وانه كمان بيكهام ما بيقدرش يصنع الفرص لتقدم اجاهيه، فانت عندك حاجات ما كانتش موجوده، عندك حاجات هتتوفر معاك في مباراه فيتا ما كانتش موجوده في مباراه الاسماعيلي، وعشان كده انت كمدير فني غيرت الكلام ده في الشوط الثاني ونزلت مروان وخليته جنب محمد شريف عشان يخلق مساحات للي جايين من ورا، عشان كده نزل صلاح محسن جاب جول. فهي دي الفكره، الفكره انك تقدر تستخدم الاوراق اللي معاك امتى وازاي، هي دي اللي كانت شويه فيها بعض التحفظات على موسيماني، لكن انا من وجهه نظري ان الراجل داخل في اوقات كتيره جدا مضغوطه، علشان تستخدم كل اوراقك لازم ما يكونش عليك ضغوط كتير، انما هو ده لازم يعرف ده، انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي لازم تستخدم اوراق بسرعه وتستخدم. هقول لك كمان على حاجه، يعني ناس كتير من الجمهور كانت بتطالب يقول لك انا عايز اشوف تشكيل نهائي للفريق، طب ما هو تشكيل نهائي للفريق ده صعب دلوقتي ان هو يعني يبان لنا من خلال موسيماني، لان اصلا الوضع حاليا مش افضل شيء من ناحيه الغيابات سواء اصابات او توقف، فالوضع دلوقتي ما اقدرش اطالب المدير الفني بتاعي يديني التشكيل النهائي لان صعب، يعني ده او يكاد يكون إحنا مستحيل. احنا لو شفنا هنلاقي ان الراجل بقدر امكان بيثبت في التشكيل، بتلاقي محمد الشناوي في وقت، بتلاقي محمد هو عمالين يقولوا لنا تايم، بس انا معلش هستاذنك، انا عايزه رساله اخيره انا وكريم تقولها لجماهير الاهلي بمناسبه بقى الماتش القادم يوم الثلاث هنختم بيها. طيب هي رساله مهمه بالنسبه لنا، اتفضل. ان دايما جماهير النادي الاهلي في المواقف الصعبه دي دايما بلاقيها على السوشيال ميديا ترندات
بتتصدر الهاشتاج بتصدر التويتر لمده يومين دايما رجوله لعيبه النادي الاهلي البطوله يا اهلي شد حيلك يا اهلي. انا شايف وده شيء مهم على فكره شايفهم انشغلوا الفتره اللي فاتت بموضوع مين هيعلق على المباراه. اوكي ده دورك اكيد دورك وانت حقك انك عارف ان في حد ما بيحبكش انت عايز تستبعده من يكون موجود وان انت كجمهور شايف ان في مرحله من العناد بتصدر لك كل مره كل ما بترفض شخص بعينه بتلاقي فيه اصرار يكون موجود معاك تمام كمل في دورك انا لا احجر على رايك في ده وانا مشجعك وانا معاك في ده انما بالتوازي لابد ان يكون في ترندات وهاشتاجات للعيبه عشان ما ننساش دورنا الاساسي هو تحفيز اللعيبه ونقف وراهم بس اوعى برضو تتنازل عن دورك اللي انت بتعمله دلوقتي هو الاثنين بالتوازي مع بعض ان شاء الله ربنا يكرم ويصلح الحال وان شاء الله حلقه الاربع نهوند تبتديها لنا بجمله صباح صباح النصر ان شاء الله نورك دايما لا انت اللي هتختم الفايل انت شايفه لا كده يا فندم لا طيب حس كده بقى يا اخوانا نحب نقول لكم ان احنا للاسف الشديد يعني وقتنا مع حضراتكم في حلقه النهارده انتهى بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي صباح